اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي بقلاوه عيش الغراب ومقادير البقلاوه. هتكون لفه جلاش وواحد ونص كوب زبده مذابه. الشربات هيكون عباره عن 500 جرام سكر، 500 جرام ميه، عود قرفه، 2 فص حبهان، 2 عود قرنفل، بشر ليمونه، عصير نص ليمونة وفستق للتزيين. هنحط الشربات على النار، هنحط السكر، والمية، والليمونة و الحبهان والقرنفل وعود القرفة وبشر الليمون. هنسيبهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد كده هنسيبهم على نار هادية لمدة حوالي 5 دقايق، ويبقى كده الشربات بتاعنا جاهز. دلوقتي نعمل عيش الغراب. هنجيب البقلاوة، وهنخليها متغطية واحنا بنشتغل بيها. هناخد أول ورقة، وهنجيب أي عصاية تكون مدورة، ممكن إيد بتاعت معلقة خشب تكون مدورة رفيعة أو أي عصاية تانية. وهناخد ورق الجلاش وهنلفه عليها بالشكل ده، وبعدين هنوقفها بالطول بالشكل ده، وبعدين هنكرمش الجلاش على العصاية لتحت. هيكون عامل الشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعدين هنمسك الجلاش بايدينا ونشيل العصاية منه، نرفعها لفوق. اوكي، كده كرمشنا الجلاش وشلنا منه العصاية. هناخده ونلفه، وكده يبقى عملنا عيش البلبل. هنحط أول واحدة في الصينية ونعمل واحدة ثانية مع بعض. هنجيب أي عصاية مدورة عندنا ونلف عليها ورق الجلاش، هنلفها للآخر. ما نلفش جامد قوي، يعني ما نخليش اللفة تبقى ضيقة قوي عشان نعرف نكرمش. لو كانت ضيقة قوي مش هتنزل معنا، فنسيب شوية وسع كده زي ما احنا شايفين، ونلف للآخر، نوقفها، نبتدي نكرمش لتحت. اوكي، لما تكرمش تقريبا للنص هنمسك الجلاش ونبتدي نرفع العصاية. اوكي، هتطلع منها، هنمسك الجلاش من تحت ونبتدي نلفه على جوه بالشكل ده، وبكده بقى عندنا عيش الغراب. اوكي،
نعمل واحدة كمان علشان نتأكد من الطريقة. نرجع نغطي دول، لازم نغطيها لأن طبعا لو الجلاش كان ناشف واحنا بنعمل كده هيتفتت ومش هيلف معنا واحنا بنلفه، مش هيكرمش خالص، لكن واحنا بننزله كده هيتفتفت كذا حتة. اوكي، هنلف على واسع بسيط، هنوقفها وهننزل نكرمش لحد تقريبا نص العصاية. هنسحب العصاية وهنبتدي نلف بالشكل ده، وادي عندنا عيش الغراب تالت واحدة اهي. اوكي، وبعدين هنجيب الزبدة طبعا، هنحط الكمية كلها لما نعمل الكمية الكاملة من الزبدة، لكن انا دلوقتي هحط شوية صغيرين، هنسيحها على النار. وزي ما احنا شايفين اول ما تبتدي الزبدة تبقى سخنة وتقدح، وطبعا ممكن نستخدم سمنة بدل الزبدة، هاخد الزبدة واحطها على الجلاش، على عيش الغراب اللي احنا عملناه مع بعض. طبعا لما هكون مكملة الصينية هكمل الصينية كلها بنفس الطريقة دي، وبعدين هدخلها الفرن على 200 لحد ما يبقى لونها ذهبي حلو، وبعد كده هطلعها واحط عليها الشربات ونقدمها مع بعض. اشيل دول من هنا واجيب الصينية اللي في الفرن ونقدمها مع بعض. هنجيب العسل او الشربات البارد وهنحطه عليه على طول وهو سخن، وهنجيب الفستق ونحط على كل واحدة. معلقة فستق للتزيين. بعدين اخر حاجة هنجيب طبق ونغرفهم فيها. ونرجع نحط عليهم شوية عسل، وبكده نكون خلصنا أول وصفة من حلقة النهاردة اللي هي بقلاوة عيش الغراب، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ونطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض.